عليكم والأحباء الأعزاء الكرام، كل عام وأنتم بألف خير. رمضان كريم خوتي خواتاتي، كيف الحال والأحوال؟ الغزالات ديولي توحشتكم بزاف، واليوم جبت لكم واحد الوصفة، الوصفة من ديال جدتي تقليدية العريقة ديال الناس المدن الكبرى وبالخصوص سكان تطوان، هي الحريرة. تبعوا معي من الأول حتى الأخر وشوفوا لي هاد الوصفة ديال الحريرة ديالي. يا سلام ريحتها شحال غزالة وجميلة، جميلة جدا، غادي تعجبكم الطريقة ديال الحريرة من داكشي. والآن الأحباء كما تتشوفوا معايا هيا الحريرة ديالي وجدت لي، وغادي نخليكم مع الوصفة كاملة. ما درت فيها لا بيض ولا والو، درتها التقليديه ديال الناس ديال تطوان والطريقه ديال جدتي. كما تتشوفوا معايا طريقه الحريره، ما هي ثقيله، ما هي خفيفه، ما هي حمراء، ما هي خضراء، ما هي صفراء. كما تتشوفوا معايا الاحباء ديالي، الاغزالات ديالي وبالعويدات ديال القرفه جد رائعه تنقلب على. والان كما تتشوفوا معايا هذه هي الوصفه ديالنا الحريره، وكما تتشوفوا فيها العدس بقوامه، فيها الحمص بقوامها، فيها يعني الشعريه، يعني ما ثقيله كما تتشوفوا اللحم بالقياس. العويدات القرفه انا دائما تنقول لجداتي خلي لي العود القرفه، تعجبني يكون عندي في الحريره ديالي وفي الطاسه ديالي. ما هما تيديروه غير باش يطلق واحد الريحه ومن بعد تيحيدوه. وكما تتشوفوا فيها جات ما هي حمراء، ما هي خضراء، ما هي صفراء في الوسط. والان ما عليكم الا تبعوا الوصفه ديال ليلى ديال جداتي الحبيبه ديالي الله يرحمها ويحسن اليها، الوصفه ديال الحريره. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا بالاصدقاء ومرحبا برايهم وبالاحباء والاعزاء، خوتي خواتاتي، ثانك يو فيري ماتش، اي لاف يو. بقاو معايا في الوصفه اللي غنوريكم. المهم الحبوبات تبعوا معايا لا غوسيت بخطوه بخطوه، غادي نوريكم الوصفه ديال الحريره على حقها وطريقها بطريقه جداتي، طريقه التطوانيه التقليديه. طبيعه الحال الناس مختلفه عندهم الحريرات، ولكن انا بغيت نرد على حليمه الفلالي داك الحريره اللي دارتها طحنها، طحن القزبور والمعدنوس، يعني خليوها تقليديه. داك لي زيدي اللي تتجيبو كثير داكشي تيبان ليا انا بالفعل داكشي مع الصد، يعني ملي تتقطعوا القزبور والمعدنوس والكرافس على حقه وطريقه مع يديداتكم تيطلع داكشي زوين، ماشي غير مطحون بالماكينه بداك الترابه بحال هكا طحنوا كلشي. داكشي تيبان ليا ماشي تقليدي الاصيلي. المهم كل واحد في دارو عنده التقليدي ديالو في الحريره ديالو. تبعوا معايا الوصفه من الاول حتى الاخر ديال الحريره وشكرا لكم. اوكي، ميديوم هيت في الوسط النار شعلت عليها، تندير واحد المعلقه ديال الزيت، يعني ما تصلحش لها هي الزيت بزاف. ميديوم هيت يعني ديروها غير في الوسط ديال النار. والان تندير نص بصله مخلطه، اما ديروها بيضاء او حمراء، انا جيت خفيفه نديرها حمراء ونقليها ونرجع لكم نخليها تشحر وتقلى. والان درت فيها القطاعات ديال اللحم كما شفتوني مقطعهم طريفات صغيرين صغارين بحال هكا ديال الحريره، هادو هما القطاعات صغيرين بالحريره، القطاعات صغارين بالحريره كما تتشوفوا معايا. هذا هو التقطاع ديال بعد ما تعلقات تنشحرها ومن بعد نرجع لكم. والان تنحط القزبور والمعدنوس والكرافس
هاد لو سكرافاش نقطعوه صغيورين صغيورين من الاحسن ماشي تنديروا عليها الماء ولا نطربوها، يعني خصها يدخلوا فيها داك المكونات ديالها. ومن بعد انا غنجي غادي نعلقها ونحط فيها لي زيتيس. وكما تتشوفوا معايا عندي معلقه ديال كل شيء، كما تتشوفوا معايا عندي معلقه ديال البزار، نص معلقه ديال الخرقوم يعني الملون، نص معلقه يعني ديروا غير شويه نتوما عارفين. وعندي مليحه نتوما والذوق ديالكم، وعندي سكينجبير، يعني هاد المكونات كلهم تنحطهم هنايا. وعندي وداد القرفه، ماشي القرفه بكمالها، الوداد ديالها هي اللي تطلق البنه، الاخرى فيها الحروشيه واخا مطحونه خاصها تغربل. دونك الوداد ستيك سينامون اتبرر دو سوب مراكن حريره تراديشنال اوف مراكو. يعني من بعد تنحركوا هذاك الشيء مزيان. وعندي واحد المعلقه ديال البيستوميتو يعني المطيشه المركزه. العود والقرفه هو تقليدي ديال الناس المدينيين الاصليين اللي انا تعلمته من جداتي. يعني العود والقرفه وحده باش يطلق داك الريحه ديال القرفه، ماشي الغبره ديال القرفه، يعني تتحيدوا ليها داك المكون. اذا هنايا عندي العدس منقي ومغسول مصايب، فنرميه ونخليه يطيب، نعرقو حتى هو شويه وانا جايه معاكم. والان كما تشوفوا معايا بين كولور، يعني لا كولور ديالها زبيل، اللون ديالها زبيل. تندير الماء دافي، الحيمه والماء، ماشي يمكن لكم ديروش الماء غير بارد، خصو يكون الماء دافي عندكم ديجا مغلي. ومخليوها طيب عاد باش نزيد عليها شويه ديال الحمص، تنخلي العديسه طيب ليا ونزيد عليها الحمص. وبقاو معايا. والان الحبات ديالي الغزالات كما تتشوفوا الاحباء النساء والرجال خوتي خواتاتي، دابا بعد ما نص طيبه في العدس، انا دابا غادي نحط الحمص ونخليه يطيبوا بعضياتهم بدقه واحده. ومن بعد تندير عليها البوم توميتو يعني المطيشه البقاله كما تتشوفوا فيها، هي ديال الحريره، تنديرها على الماء اللي درتو، تنزيد عليه الماء ونخليها طيب باش تجيني سهله في التقشار. تنطيبها فوق من هذه، هكا كانت تديرها لنا جدتنا الله يرحمها. تنتمنى اليوم ما نديرهاش بزاف حمراء وما نديرهاش شويه خضراء وما نديرها صفراء، تكون معتدله في الوسط. البنات علاش قلت لكم ما ترميوش الماء بارد، ارميو الماء دافي باش الحيمه وداك العديسه وداك الحمص ما يتكرزش. سميتها ترميو على الماء بارد وهي اصلا تشحرات وترمى عليها الماء بارد تتكرزها، ما تجيش طايبه مزيان. دونك السكريت ديالها والمانيره ديالها كما تقول جده هي ديروا الماء دافي عليها ملي تمرقوا. اذا الاحباء كما تشوفوا طابت ليا المطيشه، يعني حتى طابت ليها الجلده ديالها باش تجيني بسهوله نقدر نحيدها كما تشوفوا. ومن بعد نتلاقاو في الطحين ديال المطيشه، وتقريبا كل شيء مزيان. تقيسوا الحمص، تقيسوا اللحم، تقيسوا كل شيء واش طاب. على كل حال هانتوما معايا وبقاو معايا. والان تنحط شويه ديال الشعريه الرقيقه، انا كانت عندي غير سباكيتي درتها، شويه ديال الشعريه. دونك تزيدوا ليها الماء الى خصها الماء بالكافي باش طيب فيها وتدور، وانا غنجي لكم مع التدور. وبقاو معايا. اذا البنات والاحباء الاعزاء اخوتي خواتاتي، هادو هما الجلود ديال المطيشه، تنخليهم على الجانب
وهاد اللي جمعت معاها لاصوص ديالها ديال فيها الحيمه فيها الحمص يمكن ليا نطحنها معاها، وغادي نطحنها بالخلاط الكهربائي. والان كما تشوفوا معايا ها هو كي طحنتو غادي نخويه في الحريره وبقاو معايا. والان يا سلام الاحباء، دابا غادي نحط هذيك لاصوص د مطيشه اللي مطيشه باش ندورها بها. وكما قلت لكم انا راه درت واحد المعلقه ديال بيستوميتو مطيشه المركزه، وغادي نخلي داك الشيء شويه يزيد يطيب، وغادي ندير لها الطحين الكافي. يمكن ديروها ثقيله يمكن لكم ديروها خفيفه، حنا بعض المرات اغلبيه تنديروها في الوسط ما تنديروها لا ثقيله ولا خفيفه، ولكن الناس الاصليين دائما تيديروها خفيفه في العراسات في الصباح باش يفطروا بها. صدقوني باش يعطوها المعازم ديالهم في الصباح بكري تكون خفيفه، وبحال هذا رمضان ديروها خفيفه انكم صايمين. والان البنات كما جا الدور ديال الطحين، كما تتعرفوا الطحين تنديروه في الماء وتنطربوه وتبقاو نتوما تديروا الطحين وانتوما تتحركوا بسرعه باش ما يتعقدش ليكم. وهو هذا استسمح انايا طيحت كل شيء، المهم بقاو معايا. اذا المشاهدين الكرام هذه هي الحريره ديالي كما تشوفوا فيها، هي وجدت لينا وعامره بال كما تنقولوا الحيمات والقشيوشات واش يقولوا ليها او الحمص والعدس، وما ثقيله ما خفيفه في الوسط. ودابا سالات ليا ان اصلا دورتها صافي، دورتها حركتها، هذه هي بالصحه والراحه. نتمنى نكون في حسن ظنكم و تكون لا غوسيت نالت الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم على التشجيعات ديالكم. معكم ليلى من امريكا.